لأنه أنا كتير. أنت كتير شو؟ لأنه أنا. لأنه أنت شو؟ في كتير شغلات أنا ما بقدر أعبر عنها، شغلات بتنفهم بدون ما نحكيها. بس أنا ما بفهم مثل هيك شغلات أبدا. بدك تقولي لي وبكل وضوح. يلا قولي قولي يا مهك شور يا كنا. قولي مهك شور يا كنا. أنا بحبك شوريا، أنا بحبك. حاجتك بقى شو؟ من ليلة مبارح وأنا صايبتني حزقة وما عم تروح. بكفي بقى، بطلي تفكري فيني لو سمحتي. استاذ كنا، بالمناسبة بحب قلك انه انا ما عم فكر فيك. انا بلشت شغل جديد وعم ركز على هذا الشيء ومو هاممني غير شغلي وبس. عم تفهم؟ اوه طبعا عم بفهم. انت ما بتعرفي تقنعيني بكذباتك. أكيد موظفينك بيكونوا عم يفكروا فيك وعم يحكوا عليك كمان، مشان هيك عم تحزق. خلصتي؟ ضحكي لقلك. قليلي شغلة واحدة بس، في مراية جنبك؟ آه؟ إيه في مراية هون، بس ليش؟ ليش عم تسأل؟ لو سمحتي وقفي قدامها. هاي صرت قدامها، شوفي. اطلعي على أنفك منيح. شو؟ ايه اطلعي على أنفك اللي طالع شكله مثل الفطر. شوفي الجهة اليمين مو ورمانة من أنفك؟ شو هالحكي؟ روح، رح سكر لأنه عندي شغل. ايه صح، كمان أنفك المبروم هاد كل ما كذبتي بيكبر. بطلي تفكري فيني بقى وركزي على شغلك. بدي اياكي تركزي شوي لو سمحتي. اسمع لقلك، امتى رح شوفك؟ رح كون مشغول كتير بكره، عندي اجتماعات مهمه بدي احضرها. رح حاول شوفك المساء. ايه ماشي، انا فكرت انه رح نلتقي بكير. بعتذر بس رح حاول. بحاكيكي بعدين، باي. ماني منيح هاي المرة، أنا رحت وسألت مزبوط وماني مخربطة بنوب.
هدول الأربع شباب يلي موجودين بهدول الصور كلهم محترمين. برأيي إنك ترجعي تتأكدي، يعني بكفي اللي مرقت فيه ما هيك لحد هلأ، ما بتخسر شي. يلا على القليل اسمعني شوي، اطلع عليهم. شوف هاد الشاب بيكون مهندس بقطاع المنشآت، وهذا الشاب عنده شغل خاص بيشتغل بالأدوات الكهربائية. وشوف هذا الشاب عم يفكر إنه يسافر ويعيش برا البلد. وشوف هذا، شوف هذا عجبني أكتر شيء. مو معقول هنن عم يدوروا على عريس لحتى يزوجوني. هيك أهلي رح يزوجوني عن قريب كتير. شو؟ ايه مرت عمي جابت قائمة شباب مشاني، أكيد رح تزوجني لحدا منهم، وأنا أكيد ما رح أقدر أرفض أي واحد. حلو، صرتي مطلوبة أنسة شارما، عندك عرسان كتير، هالشي ممتاز. شو؟ مفكر إني عم أمزح معك؟ معقول أمزح بيك؟ موضوع؟ أنت ما بيهمك أبدا، مو لازم تعمل شي مشاني؟ عفوا منك، بس هدول بيكونوا عيلتك، إذا هن قرروا إنه يزوجوكي لحدا أنا ما فيني أعمل شي. دورك أنتي، لازم تتصرفي. طيب ماشي، وتأكد إنك رح تحضر عرسي، فهمت؟ اسمعني، تعرف إنه أنت عم تعاني من مرض نفسي لأنك كنت كتير حنون مبارح؟ معقول تغيرت مشاعرك بسرعة؟ سلام. هذا أكيد عم يكذب علي وما بيحبني. شوفي ما هيك، أنت على مين عم تحكي من الصباح؟ تعرفي في عالم بهالدنيا ما بيعرفوا يعملوا شي غير إنهم يسبوا بالمعاناة لغيرهم. رايحة على الشغل. شو صار لهي؟ من مين معصبة كل هالقد من الصباح؟ أفرا جيب لي تيابي. حاضر. حلو، صرتي مطلوبة أنسة شارما، عندك عرسان كتير، هدول بيكونوا عيلتي، إذا هن قرروا إنه يزوجوكي أنا ما فيني أعمل شي. ماشي أنا بورجيك، بعد ما عبرت له عن مشاعري صار بده يتراجع. بسيطة. من مين معصبة ما هيك شارما؟ شوريا كنا. أنا بعتذر أستاذ. لا بسيطة، فيني أسألك سؤال من باب الفضول آنسة ما هيك شارما؟ إيه. أنت لهلأ لساتك على تواصل مع شوريا؟ إيه أستاذ. هلا مو هو اللي قلعك من البرنامج؟ حتى أنه أنا سمعت أنك ضربتي كف. أستاذ الموضوع كان مجرد سوء تفاهم بس مو أكتر. إيه فهمت عليك، أنتوا اتنين أكيد عم تزوروا بعضكم كتير وتلتقوا. استاذ انا ما بروح على بيته ابدا، هو بيجي لعنا، هو بيجي وبيروح ايمتى ما بده كمان، مثل ما بتعرف هدول الناس المتكبرين والمزاجيين بيتصرفوا احيانا بطريقه كتير غريبه. بالاذن استاذ. ايه خدي راحتك. هاي المره القادره إنها تدمر شوريا كنا. شرب 4 فناجين شاي خلال ساعتين بس ما خبرنا ابدا ليش اجا. كل يلي عم يقوله رح قلكن ليش اجيت بس ترجع معك.
منيح انك اجيتي. شوريا تفضل قول. ايه يلا احكي لنا ولا رح اتضايق. ها لو سمحت تخبرنا لانه ما عاد عنا صبر لنعرف. احكي بقى اذا بتريد.